ماذا جاء في اللون الأخضر؟ التربح باستغلال المناصب جريمة مخلة بالشرف. الأيام القادمة ستكشف من هو غير الشريف. منشور بصفحتك قبل 3 سنوات، ماذا تقصد به؟ أقصد فن شخصية ومسؤول حكومي. حكومي مو رياضي. لا لا مو رياضي. طبعاً إحنا مفهوم الشرف في مجتمعاتنا يختلف على مفهوم الشرف في كل العالم. الشرف إحنا محصور في قضية بالعربي. إيه أنا... بالعامة. إيه الشرف غير برا بالعالم. الكذاب يقولوا له أنت غير شريف، يكذب يعني. فما بالك اللي يستغل منصبه حتى يتربح يعني لأجل مصالح شخصية يعني، وهو وجوده وجود خدمي يقدم به الخدمات الناس والأهل والشعب والمجتمع، فلا تأكيد راح يكون بلا شرف يعني. وهذا يعني هذا قليل بحقه لحد الآن منزعج الظاهر من موقف صار بيناتك. إيه موقفي بس يعني أنت تشوف أشكال هسه هو بعده مسؤول لو والله ما أعرف صراحة. ما متابع أخبار. إيه ما متابع لأنه ما يستحق أن الواحد يتابع.